السلام عليكم أحبتي متابعي قناة كارتون شو، وأهلا وسهلا بكم في هذا الدرس الجديد. ورجعنا لكم احنا في الدرس السابق، مثل ما شفتوا شلون غيرنا الوجه في برنامج الآي كلون. اليوم شلون نريد نغير الوجه في برنامج كاركتر كرياتر، وهو هذا برنامج أيضا تابع لنفس الشركة اللي سوت شركة الآي كلون. باستطاعتنا أن نسوي بتعديلات كبيرة على الشخصية، ومن ثم نصدرها إلى الآيكلون ونشتغلها. يعني في حالة عندك مشروع مسلسل فيلم وتريد عدد من الشخصيات، تجيب هذه الشخصيات تشتغلها بالكاركتر كرياتر، وبعدين توديها بشكل مباشر إلى الآيكلون بدون المرور على 3D Exchange. 3D Exchange هو برنامج خاص يعني وسيط بين برنامج الآيكلون وبين برامج الـ 3D. مثلا إذا اشتغلنا شيء بالمايا أو بالـ 3D X Max أو بالسينما 4D أو بالبلندر أو بأي برنامج 3D، لازم يمر على 3D Exchange وبعدين نجيبه إلى الآيكلون. بهاي الطريقة احنا نقدر نغير. اليوم احنا مشروعنا هو شلون نغير وجه هذه الشخصية ببرنامج كاركتر كرياتر. طبعا هذا كاركتر كرياتر راح احنا شارحين عنه، بس ان شاء الله اذا عندكم اسئلة نجيبها. هذه في نفس نجي في هذا المكان، اذا تلاحظ مكتوب جنريت هيد فروم فوتو، سوي وجه من الصورة. راح ندوس عليه مباشرة يفتح لنا كريزي تولك. مثل ما قلت لكم برنامج كريزي تولك مهم جدا بالنسبة للآيكلون، لأن هو اللي يجيب الوجه مع الإعلام. من يفتحها مباشرة نضغط على هذه حتى نستدعي الصورة. اليوم راح استدعي صورة مختلفة. راح أخذ هذا الرجل الأسمر، هذا الرجل الأسمر إذا تلاحظ أنت عندك، إذا عندك الصورة سايد تسحب منها صورة سايد. إذا عندك صورة سايد مثلا وجه وسايد، لكن احنا ما عندنا سايد، راح نكتفي بالأمام فرونت. هذا برنامج كاركتر كرياتر يقول لك يعني مثلا هذا اني باد اكزامبل، يعني هذا اني خطأ، ابتسامة خطأ، وجه جانبي خطأ، توزيع الظل خطأ، هذا اني ما يصير، أو نظارة أو أي شيء ما يصير فيه. لازم بهالطريقة. الآن راح ندخل نقول له next مباشرة، نخلي نقاطنا نقطة على العين ونقطة بدايتها ونهايتها للعين الأخرى، ثم الأنف هنا في هذا المكان بالضبط أحدده، بعدين للفم ثلاث نقاط، واحد اثنين. شلون أعرف وين من هذه؟ هو يأشر لي يقول لي ضع نقطة هنا، ضع، لاحظ ضع نقطة هنا، خليت نقطة هنا، لاحظ بالحنك مثل ما تعلمنا في الدرس السابق بالآيكلون، ثم جانب وبعدين إلى نهاية الشعر. نقول له next. راح تعديل تفاصيل الوجه. تعديل تفاصيل الوجه، أولا هذه الشخصية، لاحظ طلعت إن هاي الشخصية هو ميل وأفريقي، هذا هاي أفريكان، ناخذه سوي أفريقي، لاحظ صار وجه الأفريقي. نقول له next. مباشرة راح نجي إلى العين، لاحظ تعديل العين، هسه تعديل العين، لاحظ أن الحاجب نازل الرفعة، نضغط بالمكان الفارغ وبعدين نضغط على سر لونها أحمر ونعدل، نعدل بالحاجب، لاحظ يصير بالوسط. العين، العين هذه خطأ، لاحظ أن هذه تصير مع البؤبؤ، تصير مع البؤبؤ وتصير بمستوى هذه. نجي إلى هذه العين، هذا البؤبؤ تصير واحدة تحت الثانية، هذه تصير بالزاوية، زاوية عين، هذه بالزاوية الأخرى. لاحظ، لاحظ هنا شلون صارت هذه الطريقة. نعجل قليلا نرفعها، هذه نحتاجها لرفع، سويناها رفع. نجي للعين الأخرى اللي هي الليفت، نفس الحالة، هذه مع البؤبؤ، لاحظ هذه مع البؤبؤ، هذه رايحة بعيد، جيبها مع البؤبؤ،
لاحظ هنا التعديل شلون جاي يصير، من احرك يصير تعديل الحاجب ايضا ارفعه خليه وسط، لاحظ واجيبه في نهاية الحاجب، لاحظ ان الحاجب صار. نجي الى الانف، انف ما بيشي لكن هنا نازلة، هذه تنزل قليلا، شوف شلون صارت، هذه هي تنزل، هذه اذا ارفعها ما يصير ارفعها، لازم انزلها زايد، لاحظ كل ما نزلتها يصير الوجه يصير افضل. هاي النهايات تشوفن ما بيها نعدلها هنا، شوف شنو صار عندنا تغيير. مثل ما قلت لكم هذا الجزء الابيض هو للتحريك، يتحرك هذا، يتحرك، لاحظ هذه الفجوة، يعني لازم تصير فجوة، يعني هذا تصير هنا. اوكي هذه نفس الحالة، خليها مقابلها، بالمقابل او خلي ارجعها، ليش هي. نجي الى الفم، لاحظ اكو بي، لازم هذه تصير بالوسط، هذه تصير في الوسط، نجيبها بالوسط، نحددها. نجي نهاية الفم، هذه النهاية الأخرى، لاحظ هذه هنا، وهذه تنزل قليلا، لاحظ شلون صارت. أعتقد الفم يحتاج للتنزيل قليل، النقاط هذه تصير تريد لها تنزيل، لاحظ هذا القطع راح يصير، هذا الفيس كله صار، الفيس كله كامل، الفيس كله، وهذا الأول. وإذا نريد نفحص الفم مثلا ونشوف الفم، لاحظ هذه الحروف I O U، لاحظ العين أيضا، لاحظ A عفوا ستوب، نسوي الآي look، let's look up down left right. اوكي إذا لوك هذا I blink. Let's close the eyes and blink the eyes. العين إذا تلاحظها. Let's close the eyes and blink the eyes. العين بها مشكلة. العين بها مشكلة. نرجع عليها ونشوف. نرفعها زايد ونجرب. نرفعها زايد ونجرب لأن صارت بها تقريبا مثل المشكلة. نرفعها مع هي لازم تصير ونجرب نشوف هسه الايز شلون راح يصير. Let's close the eyes and blink the eyes. اي اوكي تقريبا، بس نعدل بعد شوية قليل. لاحظها ان العين تصير بهالطريقة. احنا نقدر نغير العين بعدين، نقدر العين نقدر نغيرها في وقت لاحق. نزل هذي هسه. اوكي من خلصنا اول، اخذنا الاول واخذنا كل شي بيه، راح نقل الابلاي. سوينا الابلاي، لاحظ ان الابلاي يعني ياخذ له وقت. هي هاي الشخصية، هذه هي الشخصية صارت، شوفها تتحرك وجيدة جدا. الآن نوديها الكاركتر كرياتر، منين نوديها؟ من هذه، لاحظ هاي العلامة كاركتر كرياتر، ونقول له أبلاي. هسه راح يروح هذا الوجه مباشرة مع الجسم
إلى الكاركتر كرياتر، وبهذا يعني طريقة جدا سهلة ما تحتاج إلى شيء. يعني يبقى تفاصيل مثلا العين هناك نعدلها بالكاركتر كرياتر، نعدل شغلات، أكو موجودة عيون، أكو موجودة أي شيء نقدر نبدلهن في نفس البرنامج. بس مثل ما قلت لكم بذاك الشرح أن هذا إذا كان كارت الشاشة عندك يعني ضعيف ما ممكن أن يكون يعني هاي العملية تكمل. الآن نروح الكاركتر كرياتر، لاحظ إجت رسالة، إجت رسالة ونفس الرسالة اللي بالشرح السابق يقول لك هيد أند بوي. ما شايف شرحنا خلي يرجع عليه، راح أخلي الرابط لكم. أقول له أوكي ريسيت كيب، نقول له لا ما تلعب بهن ذلني، وقل له أوكي. لاحظ أن الوجه راح يتغير تماما مع الجسم، الوجه والجسم راح يتغير، وانت باستطاعتك حفظ هذه الشخصية وتسوي شخصية ثانية وتسوي شخصية ثالثة ورابعة وخامسة على ما تكمل مشروعك، وخاصة إذا مشروعك يريد لمجموعة من الشخصيات. يعني إذا عندك درس أو عندك فيلم تاريخي تحتاج إلى شخصيات تاريخية، تأخذ وجوه عربية مثلا وتستخدمها، فقط تكتب بالجوجل فرونت فيس مان مثلا يطلع لك. لاحظ أن هاي الشخصية صارت عندنا، هاي الشخصية لاحظها، هذه الشخصية صارت، هذه صارت الشخصية. احنا عندنا العين، هذه هي هاي العين، هاي الأسنان، هاي العين، هاي العين. باستطاعتنا مثلا العين نقوم بالتعديل، نقدر نعدل عليها، بس هذا مو درسنا، احنا درسنا فقط شلون نخلي هذه العين. اذا تلاحظها نقدر نجيب لنا عين مثلا احنا مسوينها، مسوينها بالفوتوشوب. خلينا نشوف، عندي عين انا بالفوتوشوب، اعتقد عندي عين حتى لا تخرب، عندنا عين، هذه العين، سوي عين بالفوتوشوب انا، هذه وحده، هذه وحده، هذه وحده، هذه وحده، نجرب هذه والله اذا نجيبها، هذه ايس، وهذه، وهذه ايضا ايس ديفيوس. احنا اختارينا هذه، لاحظ حجمها كبير جدا، يعني حجم الفتحة كبير. احنا نقدر نغير، يعني نقدر نغير بها كل شيء، يعني انت باستطاعتك ان تغير يعني هذه العين مباشرة، تغير اي شيء. لاحظ اذا تحتاج شخصية هي شكل مرعبة بامكانك ان تخلي هذه العين، تخلي عين اخرى، لاحظ هاي العيون، انت تجيب لك عين من بالفوتوشوب تشتغلها وتجيبها وتكمل، يعني تكمل شغلتك. نشوف هذه، هذا اذا الديفيوس، شوف هذه الثانيه، لاحظها، لاحظ الان هذه الشخصيه من كملت، من كملت ولابسه ملابس، باستطاعتي ان اخلي مثلا شعر لها، اخلي شعر، لاحظ هاي سويت الشعر، نقدر نغير لون الشعر، مو منا يتغير، هو يتغير بطريقة أخرى، بس احنا راح نغيره بشكل مباشر. هذا غيرنا الشعر. ايش تحتاج؟ تقدر تودي الآن إلى الكاركتر، إلى الأيكلون، إلى الأيكلون، سينت تو أيكلون. شوف هذا، لا عفوا، هذا الأيكلون منها، تودي الأيكلون إذا تلاحظ، تودي الأيكلون مباشرة، يروح إلى الأيكلون من ينفتح الأيكلون. إحنا ما نحتاج هاي، هذا الرأس بإمكاننا أن نحفظه، يعني تقدر تحفظ الهيد، استطاعتك أن تحفظ الهيد أو تسوي الأكسبورت، هذا لا فيديو، هاي آيز. لاحظ انت تقدر تحفظه كرأس هناك، تحفظه، نسوي ثلاثة، وتقدر تستخدمه في اي وقت، تقدر تستخدمه في اي وقت. الان احنا خلصنا، لا تنسون الاشتراك بالقناة، لا تنسون تشاركون قناتنا بالجروبات مالتكم، وانا اشكر كل الاصدقاء اللي راسلونا واللي يبعثونا بتعليقاتهم الجميلة وكلامهم الطيب، وهذا يدل على طيبتهم ويدل على أخلاقهم وتربيتهم الحسنة. احنا مع هؤلاء، طبعا كان عندنا قرار ان نوقف كل
كل الدروس خلال فترة يعني هاي الفترة، وفقط نكتفي بالمسلسلات والأفلام اللي نشتغلها. هذا الأيكلون لاحظ، هذا الأيكلون إجا بالأيكلون كامل كشخصية، ملابس نقدر نغيرها هناك بالكاركتر كرياتر، نقدر نغيرها مثل ما علمتكم شلون يصير التغيير. نجي إلى الحركة، إذا تلاحظ إذا أريد الحركة مثلا، أريد أسوي حركة معينة، هذه هاي مرأة هاي فاميل لازم ميل، إحنا نريده نقدر نغير جراوند. حركة كامل، وإذا نريد نجرب الكلام مالته نشوف حركة الفم نشوفها يتحرك لو ما يتحرك. نجي للصوت ونكتب لنا تيكست، أي تيكست كان ما عندنا، نذب هنا بيست أي كلمة، نقول له أوكي. لاحظ على ما يربط ال Hello. I sent you my private data to my bank. شني؟ لاحظ. Hello. I sent you my private data to my bank. لاحظ حتى الحركة مالته، هسه خلينا نوقف الحركة، نقول له ريموف الحركة. راح حتى الصوت. هذا التكست نفسه راح نقول له بيست، نقول له اوكي. نريد نشوف حركة الفم تشوف ايش قد مضبوطة ببرنامج الايكلون. الايكلون خفيف يعني لا تحتاج. لاحظ. Hello. I sent you my private data to my bank. لاحظ. يعني كلام مضبوط. Hello. I sent you my private data to my bank. انت تقدر تخلي صورتك هنا وتشتغلها. صورة اي واحد تريد تخليها تشتغلها، وهذا هو. المهم احبائي، اذا عندكم سؤال سألونا، وبالاخير تقبلوا تحياتي وتحيات كادر عمل قناة كارتون شو، ومع الف سلامه.